الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. والله ليال وحين كسر لين خطبتي وعي قلنت واقعة وحين وصل نقرينا إلى ميسانه وأين ديبو أجن قلوبتين وحبضا وحكو حدا يوحين السحنادان أما وخربنا هذا وحكو حدا يه قلوبت تذكر هذه أشهر سين وكسون هاي مركي شركة ضدنا إلى يان مدة مركي شوغان بمربي تشيك أب سكوس ما يلا ما ينقفوا سبارة ما يلا هاي تذكر هذا ضدنا يان بارا وحكم إذا قلبي هي وضناها قف قاعدي ودي سوح لقى شيء كل بندم بو بودايا ووريرا خينو خطر كتيرنا ودريما خطر تاسو كلو قلبي قلي مركو قاس النقضو قنبابا دين تيلها يدكر غيلها وكيرادو در حمادو نوي كوبادا تاقفو نوي حيو حلمات دريما إذن مركا مركا نبرارو تيني ناوحا ويا وقايبت الرقائق تاين وصول نقولنو ييني نفتي نديبو ايقنو وحين كان لنا موضوع إنه يهي ما أنت القلوب سببت إنه جهاد لنا أما حكمة كانت إن لجهاد لا وحوي مدنت يميزان كله يحب إن كان ناس حب إن كان استجع قلبي قام وضنها وحو كم ذي هاي مالها وعجيب سن حبناها قفك بني آدم كه لأنه وماشى إن رش كسوه الرئيس كرد البيس ilmo marka uu joogo laba usbuuc uu dhaqaaqa bilaabaya uu si nool yahay oo uu si garaacaya wali qalbigu iyada maskaxdiiba laga yaabo inay dhimato qalbigu fihi alhayaa wa maashay nolosha ku jirto iyo garaadku maskaxdu baa loodan jiray barigii hore aqligu xama garto quraanka kariimkaana ilaahay wuxuu ku xusay 122 aayadood لفظ القلب بكسار ولا لحية طبعاً بيرادنا لفظ الفؤاد إن بدنا كم إذا وحنا نسكت المام يا إن قرشده أي تهاي قلبي جاي وضناه قذال بيو قادن ومذاه الدراسية إن قرشده قلبي وقرش اللي وشجعين إنه هرمونات سيدين إيه دعامه رسائلها فريمة ودرية شركة قرشه حيابا قال لو سيد دراسي بي كم يتاقي قفك مركا ودناها لغا بدلو اي ودناك للو قليو اسبدلك كدعا عواطف كي سيد دريم ياشي سيد وحو حفظ سناوين وحبادن اسك بدلان مركا سيد قرتين قرشد من الاسع وتعقلها سدا قرآن كبير لهي ونغوش سبحانه وتعالى حبين كاي سيغا عجائب كي سيد كم يتاقي انه مناط التكليف ماشي حل كبا أكو حد نايل ويه هادو يسقو حماضو أما قراتي قفك كلمو حل كي سار نابا وكرد عيا واجب كي أمدو أي كرح ساب تمي سيكي لهاي وكرح ساب تمي حبين كان مهمة دي سي كمتاي إنو يهي محل نذر الله سبحانه شركي أن هلكو إلهاي يغيو ورسدو نوع دي النبي عليه الصلاة والسلام حديثي صحيح ومسلم إلهي ما أجا شركين يسور هذين وحو أجا يا قلبين يا عملكين قف كانوا يا هاي عمل عوالحن أو قلبهم أيا إلهي وأجا يا ينو قلبك سي عمل كيس وناكسين ماشي إلهي كا أجا يا وامل مضن إلا إسكتيريو إلا إسكتوسيو قلبي هو أصل الصلاح والفساد تتك هاجا يا وماشي السبب و إنه قفك عمل كيسو هجاجو قفك عمل كيسو حمانة يانا ماشى السبب واوي ستاسو النبي يقول نقول عدي عليه الصلاة والسلام حديث في بخاري قصقنا شرك حب باكو السجن ألا انتو دتك براروتية كدي بولا شرك حب باكو السجن هدو هجاجا شركو وده هجاجا يا هدو حمادة شركو وده حمانة يا وقلبك قلبك وضنه الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام مهمة دائية ميسان كيه مدنان تولاي دراد دائين لو إلا وآره يهين وحا عدين ايه
nabiga dhaarihiisa sala allahu calayhi wasalam iyo ducaadiisa qalbigu ugu soo noqnoqon jiray. Markuu dhaaranaya wuxuu odhan jiray laa wa muqallib alquluub. Waxaasi sidaa ma aha, waxaan ku dhaartay ilaaha qalbiga rogroga. Markuu ducaysanaya nabigu sala allahu calayhi wasalam, ducadiisay ka mid ahayd inuu odhan jiray yaa muqallib alquluub thabbit qalbii calaa diini, ilaaha qalbiga rogrogow qalbigayga diintaada kus. Waa nabi maxamed baa ku ducaysanaya sala allahu calayhi wasalam. Arrimahaasoo dhan oo uu leeyahay daraaddeed baa muhiim ka dhigtay in mar walba qofku dib u eego qalbigiisa ila naftiisa been uma sheego qofku. Waxaynu markaa u gudbi lahayn oo aad inoo khusaynaya asbaabun fii talyiini alquluub, arrimo markuu qofku sameeyo qalbigiisu uu dabci karo oo qof qalbi qoyan uu noqon karo oo ilaahay uu ku jeceliya uu raalli ka yahay. Sababahaas ayaa dawo ka ah qofka in qalbigiisu uu qallafo ama uu qalalo ama uu xumaado. Sababaha wuxuun aynu ka soo qaadanaynaa adilada qur-aanka iyo xadiidka. Taynoo darani waxa weeye dhimashada qal qofkii oo iska nool in qalbigiisii tawafo oo iimaankii iyo diintii iyo alla kacabsigii uu ka dhinto, taasaa inoo daran. Waxaa kow ka ah sababaha tilaawatu kalaamillaahi subxaana, inuu qofku qur-aanka ilaahay la noolaado oo ilaahay uu dhegaysto oo ilaahay uu la faqo oo maalin qura qur-aanka aanu ka qadin. Taasi inay qalbiga saamaynayso dareen weyn ay ku leedahay oo noolaynayso qur-aanka ay noo sheega, wuxuu ihi inna fii dalika la dhikraa liman kaana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid. Wacdiga faraha badan ee cajiibkaa suuratu lqaaf ilaahay uu ka soo hadlay wuxuu anfacayaa qofka qalbi hagaagsan leh. Wacdigiiyo waanada u soo jeeda. Marka qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa dareenka oo nolosha uu ku sameynaya qur-aanku qalbiga. Allahu nazala axsana alxadiid kitaaban mutashaabihan mathaani taqshacirru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum thumma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illah. Qalbigii iyo jirkii oo kala badbadanaya oo dabcaya oo macaansanaya qur-aanka akhrintiisa ayaa ilaahay uu noo sheegay. Qalbigii marna uu cabsanayaa, marna uu dabcayaa, uu naxayaa, uu farxayaa. Waa aayaadka jannada iyo aayaadka cadaabku la jaanqaadaya. Waxa labaad oo ka mid a waxyaabaha qalbigeena dabcinaya dhikrulmowt, inaynaan adduunyadan unu ordino aynaan ku buuxsanaanine aynu ogaano maalin maalmaha ka mid a in kabahaaga la dhexlayo oo kutubtaada la dhexlayo oo mafaatiixdaada la qaadanayo oo gaadhigaaga la qaadanayo. Alla u naxariisagii la odhan doono dad u soo xaadiri doonaan intaan meydkaaguba kala daadanina waxaaga la dhexli doono. Nabigu wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam akthiruu dhikra haadimi ladaab, macaan ka yara adduunyada ku haysaan ka kala kicinaya idinka tagsiinayo geeridaa xusuusta. Marka fikir inteed inaad dhimanaysa xusuusataa, inteed dardaaran qortaa, inteed ku tala gashaa inaad aroorti iyo caawi iyo saacaddan dhiman doonto iska waa naadir, waxay nagu yar wey, dadku waaba iska durkiyaanba. Waxyaabaa qalbigaaga dabcin kara wey. Waxaa ka mid ah asalaatu cala aljanaazati wa tashyicuha wa ziyaaratu lqubuur, inaynu dadka dhintay jinaasadooda raacno, salaada kula tukanno, waqtiyada qaarkoodoon jinaasadiiba jirin xabaalaha soo booqan karno. Waa wax inagu yar. Jinaasada marka uu qofku reerkooda ay tahay ama saaxiibkii uyunbuu raacaa, mid agtiisa la marinayaanu eegaynoonu gaadhigaba u joojinayn. Xabaalaha waan idiin diiday buu nabigu yuri sala allahu calayhi wasalam inaad soo booqataan, laakiin iminka soo booqda fa innahaa tudakirukum alaakhira, aakhira idin xusuusinaysa. Qof dee aakhira xusuusanaya waa qof qalbigiisu qoyayn. Waxaa ka mid a waxyaabaha inoo xusuusinaya qalbiga inoo qoynaya kathratu dhikri illaahi subxaanah, inaanu ilaahay qowlkaaga iyo qalbigaaga ka maqnayn ood ilaahay xusayso. Wardigaagu badan yahay, inteenu wardinaa, inteed ilaahay subxaanahu watacaala cararka ku haysaad, bal waxaad ka cajalada iska duu mobaylka intood qaybta recordingka daartay iyo bal hadda maanta waxaad iska duubtaa waxaad daldalaysa intaad soo jeeday intaad huruday mooyaane, intee dhikri ilaahay ahayd subxaanahu watacaala, bal ragcadaha kooban intaad ku jirtuun baad ilaahay xusaysay mise waqti kalaad ku darta.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبي أو كحصلي أو سعادة هي النفس هي النص شكوه لي إلهي حسكيس أي قرآن كي نوت المامي قلبي ما أنت ضد بدن أي كعبنا ينو استرست كل عي وقلب وريرسين هاي وحكدب عيني مشكلة ده كده الله عاوي حكدب عيني ذكر إلهي بإلهي نحس سبحانه وتعالى وعكم إذا زيارة المرضى ومخالطة الفقراء والمساكين إنه قفكو ضدك بكسب بغضه ونختار كأنه كبر رجل إنه مالين تيسجل لتشيفيان ونختار كأوحنا كسيا شو مشكلة دنا هاي ست شو ضدك بكسب بغضه كريه هذا لقاعد نختار هذا كبر من مسكح ذكاء حن وصنع من جدك كح حن وصنع يد وقد أيدتك أهاي أهاي استاني نهاس يسف وقرضي مساكين تمرك غير كود إن دحتك تولن ولان كرتود إيجي كرتود دح مري كرتود واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أيضها إلهي النبي محمد بكلها الضياء يعدي كدية نيسا إلهي حلا يددك فقرة دي مساكين تلقى كبرين لقى فقا دي هذا هو لن نالو العيش مع الفقراء والمساكين إن أددك لن نالات قلبي قاقي الدبعينيس وحاكم ذا اللحاد الاعتبار بما جرى وما يجري على المكذبين والأعداء عذو جوحة كل عيا كي تجيء كتشوجة عصرية وحبضنا الدبيا لا كل عه بل هي ذناء نات إذا هذا طلب كان محي وحنا يقول عين طلب بل هذا حاجة يقتني سيد الله قال يسل عيد در حمضة كل عيد دين لا وياش قرآن كايل هاي وآذو جوهر ما فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشي وقصر مشي بل ايه قبل لهي لهم انت وما ضباب باضي ردرات كودة هدى الحيسين وهدى المرين ونبل هدى الدبو ايه وحكم اذا اكلوا الحلال انو قفكوا حلاشا عناه هدو قفكوا حاران عنيه دي مبو عنين هدو قلبك سوقيين لك حاران تو قفكوا استعمالا يسيدوا دونها هاو استعمالا حيالها قلبك قلت شيء كمدي تد بدلا انو نحريس لان تود الله يابسنها وحاران عنك ولا هدو قفكوا حاران تعادي استو عنا عدو دونبها كقاريه قلبي سوى قللي وحكم إذا التقرب إلى الله بالنوافل الأعمال إن الله إنه قد وأنه إنه بدين عمل هذا سنها فرالكون كم تدين فرالك كم تدها لكن عمل ولي بوح أولي هاي مت سنة مت فرلا صلاة السنة إلا هذا سوام كسنة إلا هذا صدقة السنة إلا هذا سنة سات كردين سات كوكبايس وحكم إذا وحيابا إله إنه دوين يا مقلبي إنه قين يا للحاحو الحاح الدعاء بالله سبحانه إن إنه كعل علينه الالحاح على الله بالدعاء إن إنه إلهي إن بدن برينه بريضة إلهي لجبد داره تدتك على جد داره بريح بكسيوان لكن له بوصوا والله أبو بلن قاضي ودعوني أستجيب لكم بركة الدعاء ذا يسكبادي قالين هوري قالين تنبه هبينك سلادة حتى بدو أختي قد مال يسكب رئيس دعاء ذا كردي وحيابا قلبك قوي كمدي وحكم إذا مجالسة أهل العلم والإيمان ذاتك وناكسن أقونت إي إيمانك عنك كوائن وقفك كاقلو هذا ذاتك في عن خير كلام إن وقفك لما جالسه كاقلو هذا أو لا فريست ولا صاحبه وحا حديث الباني يرك لباي حسن كنت المامين ورين يا حاكم رحمه الله من حديث ابن عباس نبي قوله صلى الله عليه وسلم أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكروا الله أولياء ذا إلهي وحوي كوا مركا لأركوه ذاتك إلهي حسوسين وقف مركا أركتو دي النبي قاد قصر لي إيسا استغفر الله وقاد أولانا إيسا وحد وديبات جوتين إيسا آخرات حسوسين إيسا إلهي بات حسوسين إيسا قفنا مركا أركتو حلقا يا باينات سياسة دي الدوية إيو فعلتني يا وحصوص صار إن بيلكاد ولا قف بوحي وصدا مرايد السوء علينا يا آيات كم عاش كريس مركان النبي عليه الصلاة والسلام حط المام قف كأنت لا تشوكتو إلهي لا تشوكاسي وحصوصينا يا وأولياء إلهي وحديث صحيحين كل سجان النبي قلنا وش جل صلى الله عليه وسلم ملاك واحد ضوافة ينولك ملاك إلهي markay soo maraan meel cilmi iyo dhikri iyo diin iyo wacdi lagu hayo waxay oranayaan soo fariista waa tan baadideen warbixintii bay ilaahay ku celiyeen waxay ilaahay bay ku laabtay
kasu ilaahay leeyahay ka warrama addoomaha ilaahay waxay wadeen tasbiix iyo xamdi iyo tamjiid way ku ammaanayeen markhaati ka ahaada buu ilaahay leeyay dadka wanaagga uga markhaati kacdeen inaan ka dhaafay dembigii laakiin waxa malag malaa'igta ka midaba hadlaya wuxuu leeyahay waxa se la soo fadhiistay hebel oo cabdul khataa addoon gefo oo dembiile ah lahu xaaja uu muraadun buu soo yeeshay qoladaa waan wanaagsan muraad buu soo yeeshay hadduu doonayo muraad adduunyada ah marka haddee kaasi kuma jira ee waan kuu sheegay buu leeyahy ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana hum alqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum kuwaas waa qolo oo kala fadhiista aanu guuldaraysanayn marka dadka wanaagsan inaad la fadhiisato ilaahay dembi dhaafkiisaad ku helaysaa awliyada ilaahayna waad ka mid noqonaysaa sidoo kale yubashiruka bicuyuubika wayumaxisu laka nusx wayadulluka calaa awjuhi naqs qofka wanaagsani waxa uu ku tusayaa dhaliilahaaga wuu kula talinayaa wixii aad ku saxmi lahayd aad ku horumarin lahayd buu kuu sheegayaa ama isticmaalaya waxaa la yidhaha almudaaraatu waalmujaamala qofkii oo kula warwareega uuna afka kuu macaaneeya isagoo dhaliishaada arkaya uu kula talinaya walaalow saa iyo saas waa sax saa iyo saana iska daa waayo nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii uu warinaya abi daawuud xasanka ahaa almu'minu mir'aatu lmu'min qofka mu'minkii walaalkiisa kaluu muraayad u yahay qofka ceebtaada kuu sheega ah waa qof naasixo adiga kuu daneeyey maaha inuu ku dacaydiy maaha inuu ku dhaliilay say dad badani u fahmaan waxaa la yidhaahdo hadduu qofkaasi kudhaa waxaa iyo waxaas kuu naseexeeyo isagoo ku fadeexadaynayn waa inaad u ducaysa waa inaad garata inuu ku danaynayo qofkaas marka arrimaha tobaneeyada ah ayaa qalbigeenna qoyn kara ilaahay baynu ka baraynaa inuu na waafajiyo qalbiga waa inaynu aada u danaynaa waa inaad ka raadisaa nolosha taloo asbaabta arrimaha uu qalbigu ku noolaadaa ma jiraan mise ma jiraan waanaad iska baadhaa sidaad u baadhaysa markan kaleba saasaad cibaadadu kuugu macaananaysa oo macsiyadu ay kugu qadhaadhaanaysa oo aanu dembigu kuula fududaanayn oo aad dadka ilaahayna ku nabadgelinaysa allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca waarina albaaila baailan warzuqna ijtinaaba rabbana laa tuzigh quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab yaa muqaliba alquluubi thabbit quluubana calaa taacati ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح العبادة والبلاد اللهم أصلح البلاد العبادة والبلاد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.